ناخذ الحاله الثانيه هي حاله كوندكشن لمده 120 درجه بدل 180 درجه. المختلف عندي بتكون 120 درجه، يعني كل ترانزستور كوندكتي لمده 120 درجه، يعني بيكون مربعين هون بهاي الحاله. فناخذ نفس الشيء راح اخذ 1 2 3 4 5 6 وراح يكون عندي هلا هون كوندكتنج خلينا نقول 120 درجه 1 2 3 4 120 درجه 1 2 3 4 120 درجه بعدين عندي بعده 60 درجه بيجي هاي صار عندي هلا سويتشنج ويف فورمز. هلا لاحظوا هون ما فيش عندي في اي لحظه من اللحظات غير اثنين شغالين بنفس الوقت، ما فيش عندي غير تو ترانزستورز كوندكتين. يعني مثلا لو طلعنا اول 60 درجه مين كوندكتين؟ واحد وسته بس. هلا نفس الطريقه خلينا ناخذ في ار ان. هلا في ار ان راح يكون عندي بلس بي بي سي في حاله اذا هذا شغال، فعندي هون بلس بي بي سي بلس بي بي سي بعدين هون راح يكون طافي، هذا طافي واحد طافي واربعة طافي، راح يصير عندي زيرو لحد وين؟ لحد أربعة. في الفترة هاي فيش لا واحد ولا أربعة، مضبوط؟ إذا في البداية راح يكون عندي بلس بي دي سي، ناخذ هذا هون بي آر إن، راح يكون عندي بالفترة هاي بلس بي دي سي زيرو ماينس بي دي سي زيرو هذول الاثنين يجون هذول الاثنين وهذول الاثنين يجون هذول الاثنين وهكذا فبصير عندي اون اوف اثنين هذا بالنسبه لفي ار ان. هلا بدنا نطلع على في اس ان. في اس ان نفس الشيء راح تتبع الاس اللي هي عندي رقم ثلاثة هي هذول فبصير هذول الاثنين اون راح تكون عندي هذه بلس بي بي سي راح ندخل 120 درجة عن الار هي اثنين وبعدين راح تيجي عندي الستة اللي هي هون راح تعطيني ماينس بي بي سي بلس بي بي سي بلس بي بي سي ماينس بي بي سي. اذا هلا في ار اس نقدر نطلعه بسهوله مش هيك؟ في ار اس نقصه لتحت. هلا عندي هون نفس الشيء ار ماينس اس بصير عندي هلا هون. انا افرحها شوي. راح يصير عندي فتره من فترات بلس عندي هون هذا. عندي هون شيء ناقص مش عندي هون مضبوط فراح يطلع عندي بلس 2 بي دي سي و0 ماينس بي دي سي خلينا نحطها هون بلس ما ببين ما ببين طيب
رجع الكاميرا بالزبط. ممكن نحركها شوي. اذا بالنسبه لهدول هاي الويف فورم انا بدي اطلع على في ار اس، واحنا قلنا في ار اس اللي هي اللاين فولتج بيساوي في ار ان ماينس في اس ان. في ار ان ماينس في اس ان راح يكون عندي هذا المعنى بلس في دي سي ماينس ماينس في دي سي بصير عندي بلس 2 في دي سي. انا هون السكيل طبعا مختلف بين واحد والثاني، عند النقطه هاي راح يكون عندي اخذين استعمل السكيل. اي شكل رجع تشبه هون اللاين فولتج؟ الكرنت في الحاله دي حاله 180 ستيب ويف، نسميها ستيب ويف لانه فيها درجات. اذا هذا بالنسبه للفي ار اس. هلا عندي بدي احسب الكرنت فبدي احسب في ار سي، لانه اذا حسبت في ار سي زي الحاله السابقه بيطلع معي اي سي لانه ريزيستيف لود، فشكل الكرنت رح يكون نفس شكل الفولتج بس سكيل باي ذا فاليو اوف ريزيستر. هلا هون بالحاله هاي احنا عندنا ما فيش غير تو اي جي بي تيز شغالين في اي لحظه من اللحظات. يا بيكون اذا ما كانش واحد منهم واحد واربعه معناها الفولتج ايش بيكون؟ اذا هذا طافي وهذا طافي معناها ما فيش عندي زيرو، مش هيك؟ ما فيش عندي ما فيش عندي ار، لا في عندي ار سي، في عندي في ار سي. لازم ننتبه عليها، خلينا نطلع نشوف. عندي بأي لحظة من اللحظات رح يكون عندي هي ار من هون. هلا لو كان عندي واحد مثلا شغال، خلينا ناخذ اول حالة، عندي واحد هون بالحالة هاي شغال، واحد وستة، فعندي هون واحد شغال هون، هذا واحد وهذا عندي هون، وعندي هون ستة شغال، فأعطاني هون ماينس في دي سي بلس في دي سي، وهذه هون عندي نقطة سي، فراح يكون عندي الفولتج عليها في دي سي. وين بدنا نحط الكرنت؟ حطها بس تأمن هذول راح يكون الفولتج ولا ما بنحتاجهم. هلا لما يكون شغال عندي واحد وستة راح يكون عندي بلس في دي سي. بعدين عندي واحد وستة، بعدين راح يصير عندي واحد واثنين في دي سي. لا خلص واحد واثنين هذاك طافيين بصفوه، فراح يضل عندي نفس الشيء بلس في دي سي للفترة هاي. هلا هون راح يطفي واحد واربعة لسه طافي، راح يصير عندي هون زيرو. بعدين بعد فترة ايش راح يشتغل عندي؟ راح يشتغل عندي هون أربعة، راح أربعة مع مين شغال؟ مع ثلاثة، راح أعطيني ماينس